السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير يا ربي امين فيما كنتوا في هذا العالم. الوغ هذا ماشي درس تاع اللغه الفرنسيه، هذا فيديو غادي تكون فيه شويه تاع الدردشه ولا الفضفضه او لا نتحدثوا فيه على واحد نقطتين. انا صراحه كنلقاهم انهم جد مهمين الا كنا كنتعلموا او لا بغينا نتعلموا اي شيء في الحياه، ماشي غير تعلم اللغه الفرنسيه. تعلم اللغه الفرنسيه هو هدف من الاهداف الدنيويه، كاين اهداف اخرى في الحياه تاع الانسان اللي خصو يحددها، خصو يحددها ولا ما كانش مازال ما حددهاش، ولا كنتو مازال ما حددتوهاش خصكم تحددوها اليوم قبل من غدا. النقطه الاولى اللي بغيت نتحدث عليها اولا هذه هي نقطة أن بإذن الله غادي نواصلوا سلسلة تعلم اللغة الفرنسية من البداية إلى الاحتراف. كان واحد الانقطاع وسمحوا لي، كنعتذر بزاف منكم، سمحوا لي بزاف الناس اللي يعولوا عليا، الناس اللي ينتظروني بزاف. دابا شهرين تقريبا فقط، راكم عارفين هذه آخر السنة كاين ظروف العمل. حاولت أنني إن شاء الله حتى نتفرغ كليا، وإن شاء الله بإذن الله غادي نواصلوها. يعني هذه كونوا متأكدين أنا عطيت وعد وهذاك الوعد لن أخلفه، يا ربي أمين الله يقدرنا. النقطة الثانية اللي بغيت نتحدث عليها، يمكن كإنسانة، وأنا كنت قلت لكم سابقا عندي قناة فتحتها مؤخرا، أنا إنسان ناجح، بقي الله فيها فيديو واحد إن شاء الله الرحمن الرحيم غنخدم عليها حتى هي في الصيف فاش غنتفرغ كليا. غير هي قررت أنا نديرها باللغة العربية باش يكون فقط جمهور ديالها كبر أوسع، لأن عدد كبير من الناس من الدول العربية كتشاهدنا وما كتفهمش اللغة ديالنا العامية الدارجة ديالنا، دونك قررت أنني نديرها باللغة العربية. الأمر اللي كياخذ مني شوية تاع الوقت باش نجيكم الصراحة، باش نكون صريحة معكم، أمر كياخذ شوية تاع الوقت لأن ما كنرضاش على نفسي أنني نخطأ خطأ في اللغة اللي هي صراحة اللغة الأم ديالنا، لغة القرآن، لغتنا الأصلية اللي خصنا صراحة نقدموها بشكل سليم وصحيح. فطلب العلم، أنا صراحة كنبغي نتحدث معكم في مواضيع كثيرة جدا، ولكن قلت اليوم خصني نتحدث مع الناس اللي كيشاهدوني والناس اللي كيتابعوني وحتى الناس اللي أول مرة كيشاهدني. نتحدث على الوقت، نتحدث على الوقت، نقطة الوقت، ونتحدث أيضا على الصحبة. الوغ فاش كنقرروا اننا نطلبوا العلم او لا نكونوا مع زمره العلماء، ويكفينا شرفا والله صراحه، وهذه نخليها لك حافز، يعني تخليك تحفزك انت اللي كتشاهدني، ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني يكفيك شرفا، وهذا انا يعني بالنسبه ليا تحفيز ليك ولينا كاملين اننا نمشيو في درب العلم وفي طريق العلم، ونحاولوا اننا نطلبوا العلم، لان الله سبحانه وتعالى فضل العلماء على الناس اللي الذين لا يعلمون. فوالا دونك، ويكفيك ايضا ان في واحد القصيده شعريه ملأ السنابل لتنحني تواضعا والفارغات رؤوسهن شوامخ، ويعني الناس اللي فارغه عقلها فارغ، الناس اللي ما وعياش، هي الناس اللي كتكون فيها العجرفه والتكبر الى اخره، والناس اللي كتكون تبارك الله عالمه وعندها من العلم تبارك الله بحر، فهذيك الناس اللي كتكون متواضعه وكتكون حكيمه الى اخره. انا اليوم بغيت نتحدث على نقطه الوقت، لان احنا على مشارف العطله الصيفيه، وانا عارفه ان الطلاب التلاميذ كلشي غيتفرغ غادي يرتاح، كلنا بغينا نستمتعوا بالعطله الصيفيه، ولكن ما نساوش واحد الاعتبار جد مهم لينا كامل. انا كنتحدث الان مع الجميع، لا مع الكبار الصغار اللي كيقراو، ربات البيوت، اي واحد في هذه الحياه، ما هو هدفك؟ شنو هو الهدف ديالك في هذه الحياه؟ واش فقط الاكل الشرب والنوم فقط وجني المال، او لا عندك هدف اخر؟ الا ما كانش الهدف ديالك انك تكون من الذين يعلمون واللي يفضلهم الله سبحانه وتعالى، فانا كنقول انه حال وقت انك تغير من الاهداف ديالك، وتخلي ان العلم هدف من الاهداف العظمى
في حياتك. الوقت، الوقت غنتحدث عليه وغنتحدث عليه حتى في قناتي ان شاء الله. انا انسان ناجح بادله وبطرق مختلفه، ولكن انا بغيت نقول لكم كلكم ان الوقت اغلى ما نملك في هذه الحياه. علاش؟ لان الوقت الا مشى ما كيرجعش. و سنقول لكم للاسف ان الله سبحانه وتعالى غادي يسالنا على العمر ديالنا فين دوزناه. لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، لبدا عن عمره فيما افناه. العمر ديالنا فاش دوزناه؟ الوغ هنا غندوز لك في وقتك انت من كتفيق الصباح حتى كتنعس اشنو كدير. غتقول لي استاذه ما علاقه اللغه الفرنسيه؟ غنقول لك كلشي مترابط، كلشي مترابط، لانك انت في الرحله ديالك لتعلم اللغه الفرنسيه او اي لغه او اي شيء في الحياه، فانت مطالب من انك تنظم وقتك. هذاك الوقت اللي حنا كنضيعوه فسمحوا لي في اشياء تافهه وفي وقت كبير في حياتنا، كنضيعوه في وقف امور تافهه جدا، امور لا نتعلم منها حتى شي حاجه. داكوغ؟ وللاسف وكان المقوله الشهيره كنقولوا ما بقاش عندي الوقت، ما عنديش الوقت، وقتي ضيق الى اخره. الوقت هو الوقت، الوقت لا بالنسبه لي انا، ولا بالنسبه للطفل، ولا بالنسبه لرجل الاعمال، ولا بالنسبه لانسان ينجح في حياته او الانسان غير ناجح، هو نفس الوقت. 24 ساعه في اليوم للجميع. الفرق اللي كاين هو ان كاين الناس التي تعمل الاشياء الصحيحه، وكاين الناس اللي كتقومش بالاشياء الصحيحه. سنسال غدا يوم القيامه عن عمرنا فيما افنينا. للاسف، وهذا خص يكون اعتبار قدام عينينا كاملين. اي وقت، اي حاجه، اي دقيقه، اي ثانيه، اشنو كنا كنديروا بها؟ وهذا الامر، هذه النقطه هذه ستحيلني انا لنقطه اخرى، هي نقطه الصحبه. اي صحبه، يعني الناس اللي كنعاشرهم، الناس اللي كنعيش معهم، الناس اللي كنقضي معهم وقتي في اليوم من غير وقت العمل. وحتى في العمل فانا خصني نعرف مع من اقضي وقتي في العمل ديالي، لان ساسال عن كل ثانيه. فالصحبه اللي من خلالها لا اتعلم شيء، فانا بالنسبه لي هادو اشخاص سلبيين نحيدهم من حياتي. انا نقولها بصريح العباره، نزولهم من حياتي. الصديق او الانسان او اي واحد، حتى يكون من عائلتي، الا كنت انا ما غاديش نستافد منه، ما غنتعلمش منه شيئا، ما فهذه مضيعه وقت. الناس اللي نتلاقاو مثلا في قهوه، نبقاو نهضروا في امور فارغه تافهه، سال نفسك انا فقط في اخر الجلسه، اقول ماذا تعلمت الان بعد هذه الجلسه؟ ماذا تعلمت اليوم؟ شنو هي المعلومه؟ شنو هو الاضافه اللي ضفت ليا في حياتي، او لا في دماغي، ولا في عقلي، ولا شي حاجه تعلمتها من خلال هذه الجلسه، ومن خلال هذا اللقاء، او من خلال اتصال هاتفي ممكن يدوم ساعات نتحدث فيه في امور فارغه تافهه. انا نقول دقيقه ما تعلمت فيها شيء ما، فهي دقيقه ضائعه، وقت ضائع، وقت ضائع. وهذه كنأكد عليها، لأن الوقت هو سبب ركيزة من ركائز النجاح. إلا عرفت ندبر وقتي ونظم وقتي ونستافد من وقتي، يكونوا متأكدين أنني غنوصل لأهداف ديالي، الأهداف اللي رسمتها ولا اللي كنت مازال ما رسمتهاش. خصني اليوم، وأنا كناشدك وكنطلب منك أنك اليوم ترسم الهدف ديالك، تحدد الهدف ديالك. نتحدث اليوم بكل حرقة، نتحدث بحرقة لأنني أحب هذا البلد، وأنا متخوفة من المستقبل. كانت خوف، كنقول هذا الجيل الصاعد اللي للأسف ما عندوش يمكن فكرة، أغلب، ما غاديش نقول الجميع، ولكن أغلب ديال الأطفال ديالنا ما عندهمش فكرة على المستقبل، ما رسموش الأهداف ديالهم في الوقت اللي حنا في العمر ديالهم. سنوات الماضيه في العمر ديالهم فاش كنا في عمر، كنا رسمنا اهدافنا، عرفنا فين غنوليو. دابا الطفل كتسولو كتقولو شنو بغيتي تولي ما تولي كبير، ما كيعرفش ما يجاوبك، ما عارفش حتى الهدف ديالو في هذه الحياه وهو مازال طفل. اطفال ما بقاش عندهم، ولا اطفال ولا حتى شباب ما بقاش عندهم، لا عندهم معرفه لا ثقافه عامه ولا، للاسف. وانا كنقول انا نزيد عاوتاني نتحدث على نقطه اخرى، هي نقطه التربيه. التربية هي الأساس، والتربية أنا نقولها لكم
هي المنبع ديالها هي الأم، والأم هي أساس المجتمع، هي كل مجتمع. أنا نقولها، الرسول عليه الصلاة والسلام قال خولوا أبناءكم. علاش؟ ما معنى خولوا أبناءكم؟ يعني اختاروا الأخوال ديال أبناءكم. ولكن أنت الإبن ديالك بقي ما تزاد، كيفاش غتختار لي أخوال ديال؟ ألوغ ما معنى ذلك؟ معنى اختار الزوجة الصالحة، الزوجة الصالحة اللي غتساعدك. لأن كونوا أنا نقولها ربت البيت اللي كتكون صالحة وعالمة، أنا ما كنقول عالمة ما عندهاش علاقة بالدبلوم الدراسي، لا، راه كاينه ربت بيت، وهذه أنا شاهدت عن كثب ناس عندهم حرقة، ناس ما قراوش، ما تحتش لهم الفرصة أنهم يقراو في المدرسة أو لأنهم يكملوا دراستهم، ولكن ناس عندهم حرقة باغيين يتعلموا بأي طريقة بأي طريقة. المدرسة هي وسيلة من الوسائل، ماشي هي هي الطريق الوحيد باش نتعلم، لا لا لا. المدرسة درناها اتفقوا لواحد الوقت أننا نديروا واحد الحاجة سميتها مدرسة وندخلوا فيها التلاميذ إلى آخره ونعطيو دبلومات، ولكن هذا لا يعني أنني اللي ما درتش من المدرسة فلن أكون عالم. ممكن أنني نتعلم من نفسي، نطالع، نقرا، نقلب على وسائل، طرق كثيرة باش نتعلم. وانا نحيي وانا افتخر بكل ربة بيت، وشيء جميل. انا في بعض الاحيان في معارفي مؤخرا بكيت فرحا فاش عرفت ان كاين نساء لهم الحرقة على العلم وطلب العلم وباغيين يقراو وباغيين يقريو وليداتهم، ما شاء الله. هذا كيخليني انا انني نرتاح ونقول الحمد لله، مازال الامل في المستقبل. ألوغ ربات البيوت أو لا العاملة أو لا المرأة هي الأساس. أي دابا كان أنا نوجه رسالتي للرجال اللي كيتفرجوا فيها، الرجال اللي سواء اللي متزوجين أو لا غير متزوجين أو لا مقبلين على الزواج أو لا إلى آخره، المرأة هي الأساس، المرأة في البيت هي الأساس، المرأة اللي كتزرع التربية يعني كتربي وليداتها على حب العلم، على القراءة، على المطالعة. فكون متأكد من دوك الوليدات غادي يخرجوا صالحين وعالمين، صالحون. انا ديال الدعوه ديالي، الدعاء ديالي لبنتاتي كنقول اللهم اجعلهن من الصالحات والعالمات، بجوج الصلاح والعلم، هذه اجمل شيء واحسن شيء نتمناه لوليداتنا. الوغ نقول ان التربيه خصنا نصبروا عليها، التربيه الثمار ديال التربيه ما كتبانش من اليوم الى الغد، ماشي اليوم بديت على واحد، لا خصنا نصبروا على المدى المتوسط والمدى البعيد، ولكن نكونوا متاكدين ان الثمار ديالهم مضمونين. داكوغ، دونك هادشي علاش انا كنقول لكم كاملين كامهات وكاباء، كونوا نتوما القدوه، انتم القدوه، انتم الاساس. غيروا من انفسكم قبل ما تحاولوا انكم تغيروا من ولادكم، غيروا من طريقه كلامكم مع وليداتكم، غيروا من نبره الصوت. الطفل اللي في البيت ديالو والديه كيصرخوا، فكونوا متاكدين ان حتى هو غادي يخرج كيغوت كيصرخ. الطفل اللي والديه سلبيين، الطفل حتى هو يخرج سلبي. الطفل اللي ما كيشوفش والديه هازين الكتاب، هذاك الطفل حتى هو ما غاديش يهز الكتاب، الا من رحم ربي. الوغ نربي نفسي انا باش يتربى وليداتي على هذا الاساس. والتربيه هي الاساس، التربيه انا نقولها التربيه هي الاساس. الام اللي نهار كامل هي تتفرج تصنت الموسيقى ولا، فاكيد ان بنتها ولا ولدها غيخرج نفس، ولكن الام اللي ما شاء الله عليها راه ماشي بالضروره ان يكون عندي اجازه او لا دكتوره او لا ماستر او لا، نكون انسانه بسيطه جدا ولكن انسانه تبارك الله كنقرا كنطالع كنناقش مواضيع كنناقشوا مواضيع. اجمل شيء هو تكون اسره فعلى طاولة الأكل أو لجالسين في المساء كيناقشوا مواضيع، كيطرحوا مشاكل، كيدوك يعطوا اقتراحات آراء، مواضيع في الحياة، مواضيع في السياسة، مواضيع في الثقافة، مواضيع في الصحة. أجمل شيء أنا نقولها لكم، نحيدوا من حياتنا الناس السلبيين ونضبطوا وننظموا وقتنا، ونعرفوا أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. هذه كنا كنسموها حنا كنا صغار، وكنا خديناها فعلا وخديناها في بالنا وبقات راسخه. هذا الجيل هذا ما كيسمعش، هذا الجيل هذا ما كيسمعش بحال هذه المقولات وحال هذه الاثار وهذه الاقوال، لا ما بقاش كيسمعها.
الجيل جيل كيضيع الوقت بشكل رهيب بشكل رهيب، واي وقت اي دقيقه ضاعت من حياتنا فهي هي دمرات واحد الجزء من الطريق ديالنا اللي رسمناه باش نحددوا الهدف ديالنا. الوغ انا ما غنطولش عليكم اليوم، انا بغيت نحفزكم، انا بغيت نحفز اي واحد كيشاهدني اليوم ولو يكون شخص واحد اليوم قبل الغد. ودائما نقول ان اليوم هو اخر يوم عندي في الحياه، الوغ اليوم خصني نستثمره في الاحسن. ممكن انك نهار كامل غير ديروها تجربه لمده اسبوع، اشنو كان في ماذا اقضي يومي مثلا من كنفيق حتى كنعس، غتكتشف انك مده كبيره قسط كبير من وقتك ضائع في امور تافهه جدا. هذيك الامور ذاك الوقت ممكن انك تستغله لتعلم اشياء ودير برنامج. ميمكنش نعيشو عبثا طريقه عبثيه، لا. الناس اللي ناجحين رجال الاعمال، الناس اللي نجحوا في حياتهم هما ناس ضبطوا داروا برنامج يومي، برنامج اشنو غندير ونتعلم انني نحافظ ونحترم هذاك البرنامج ولو ان يكونوا ظروف اخرى قاهره عيط عليا شي واحد يلا نخرجوا القهوه يلا اسمح لي عندي برنامج مره اخرى باذن الله. داكوغ، نتعلموا نقولوا لا للامور السلبيه وللاشخاص السلبيين ونحاولوا نديروا الغربال نغربلوا حياتنا من اشياء كنقول الأمور سلبية والأشخاص سلبيين. أنا نعود نقولها لكم، الأمور سلبية والأشخاص سلبيين. دونك حان الوقت للتغيير ليا وليكم. هذه نصائح كنعطيها لنفسي، وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. كنذكر نفسي بعض الأمور لأن عادي جدا أن بعض الأوقات كنحاول كان إنسان كيتراخى، فكدائما إحنا محتاجين عيش الصحبة الطيبة لأن الآخر كيساعدك أنك دائما تزيد القدام. ألوغ نجاهد أنفسنا، نحاول نجاهد أنفسنا داكوغ، ونحاولوا اننا نغيروا من احوالنا والقرار يكون اليوم، لان ممكن يكون هذا اليوم اخر يوم ليا انا في حياتي واخر يوم في حياتكم. راه نحاولوا اليوم اننا نغيروا من طرق حياتنا ومن طرق رؤيتنا الامور ونحددوا الهدف. الا ما كنتيش حددتي الهدف فحدد الهدف اليوم، وننصحك برنامج يومي، نرسمو جدول وندير برنامج يومي شنو الامور، ونعطي وقت للراحه. انا كنقول لكم راه ماشي العمل الشاق، لا، نعرف ماشي ندير الامور بشكل صحيح ولكن ندير الامور الصحيحه في الوقت المناسب. تبارك الله عليكم والى اللقاء.